مش هتدخل في المدار الا اذا حدث تحترم الناس او ايه او ايه او independent rupture. قلنا جنب كلمة independent rupture او ده كلمة اسمها ايه high risk basis. يعني هما بيجيبوا بقى كده طرق الى والله هذه الاسفجيه الفاليسيز ممكن تراكشر. فعشان كده بيفكروا في الحكايه دي. في ناس مازال رايهم برضو نو انترفيرنس از لونج از نو بليدنج. ليه؟ لانه الناس اللي عندهم خلي بالكم اسفجيه الفاليسيز في ناس كتير جدا ما بيحصلوش بليدنج. يعني انا عندي مثلا فاريزز اوكي بس مش هيحصل لي بليدنج، فما فيش داعي ان اتدخل ونقعد نلعب في العيان ونعمل مشاكل. سيبوا يعني في ناس ده رايهم يعني الحقيقه. طيب طرق العلاج قلنا في طرق. الاول عامه ان انت واحد لازم تدي للعيان الانتي شوك ميجرز، يعني لازم تديله لونج ترانسفيوجن، تجيب شوية سلايم، تجيب شوية فيتامين دي، فيتامين دي لأن الناس اللي بيبقى عندهم بليدنج ايرجنسي طبعا من نقص الفاكتورز اوف كوانجيشن، بلس إن أنا بدي أدوية لأن الناس دول لما بيجي لهم هيماتينيسيس غالبا بيبقى زي ما قلنا الدم كأنه وجبة بروتين، يبقى يخش كده في هيباتيك انكفالوباسي، يبقى نعمل له انما في الجين لاكتيوز. نيجي بقى بعد كده ميجرز تو ديكريز البورتال بلاد بريشر. ايه الميجر اللي انا هديها للعيان عشان اقلل البورتال بلاد بريشر؟ نمبر 1 في دواء اسمه بيتريسين. البيتريسين ده عارفين ده هو مين؟ الفازوبريسين. كلنا نسمع عن الفازوبريسين. فطبعا انتوا شايفين الميكانيزم هتبقى عامل ازاي؟ بص يا دكتور دي الانتستين، بص دي الانتستين، فتلاقي فيه ايه؟ سبلانكينج ارتريولز. خلي بالك الانتستين فيه ارتريولز اهي رايحه لها تمام؟ وفي فينيولز خارجه منها. الفينيول دي هتروح فين؟ الى البورتال فين؟ شيء طبيعي يعني مش طبيعي. يبقى الارتريول رايحه للانتستين، الفينيول رايحه لمين؟ للبورتال فين؟ البيتريسين بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. هنا بيحصل هنا فازو كونستريكشن بس، فبيقلل البلاد فلو للانتستين وبالتبعيه هيقلل في النهاية البلاد فلو اللي رايح للبورتال فيه ببساطة. بس هو يعيبه أنه ممكن يعمل جنراليز فازو سبيس. ممكن يعمل إيه يا ولاد؟ جنراليز فازو سبيس. وبالتالي هيبقى مشكلة. يعني مثلا مش عايز أقول لك ممكن يعمل كورونا سبيس. ممكن يعمل سريبرال فازو سبيس. يعني هو مشكلة الحقيقة البيتريسين. ولذلك لما كانوا بيدوه كانوا ساعات يدوا معاه نيتريت. يعني باعتبار يعني ان هو ما زال يعتقد ان النيتريت از كورونري فازو دايليتور. هي في الواقع هي مش فازو دايليتور قوي على الكورونري، هي لها ميكانيزم اخرى، ولكن يعني احنا بنقول يعني كانوا بيدوا عليه النيتريت. ده البيتريسين. طب هل الدوز لازم اعرفها؟ لا. الدوز الثانيه هي اللي مطلوبه، اسمه ايه بقى؟ تيرمي بريسن. تيرمي بريسن. ايه التيرمي بريسن ده؟ ده برضه زي البيتريسين، برضه خلي بالك زي البيتريسين، بس ايه مشكلته؟ او ايه يعني سوري ميزته؟ يقولوا عليه انه سيلكتيف شويه، يعني هو في نوع من السيلكتيفيتي، زي ما تقول الدواء ده بيروح انا بديه وريد ويبتدي يحصل له ميتابوليزم فيطلع منه بقى فازو بريس بقى يعني ويطلع منه الفازو بريس بطريقه كده
جراديوال، فالليفل بتاع الدواء بيبقى ماشي واحده واحده كده، يوم يشتغل على السبلانكينج اريا بس. لكن لو هو البترسين انا بدي على طول، فالدواء بيعلى يروح عامل لي فازوسبازم جنرالايز. هو ده المدى الذي يستخدم حاليا تيفيبريسن، اسمه في السوق جلايبريسن. يقول لك حطوا له جلايبريسن، هذا هو التيفيبريسن. الجلايبريسن يعني لو قدرت تعرف الجرعه يبقى مش بطال، يعني هو 2 ملي جرام كل 6 ساعات او 24 ساعه، وبعدين تاني 24 ساعة نص الجوع بس. يعني هو قصة بسيطة، او 2 ملي كل 6 او 24 عشان البورتال بريشر يهدى، ولكن بعد كده نص الجوع 24 ساعة. هيعمل ايه برضه؟ سبلانكينج فازوكونستريكشن نفس الكلام، بس هو ميزته ما بيعملش بقى جنرالايز فازوسبيس زي التاني. في دواء كده اسمه ايه كمان التالت؟ اوكتيريو تايب. الدكتوري طيب ده اللي هو بين قوسين، ده عباره عن ايه يا اولاد؟ سوماتوستاتين انالوج، يعني هو شبيه او هو يعتبر زي سوماتوستاتين مصنع. ده سوماتوستاتين مصنع، اوكي؟ انالوج برضه بيعمل ايه؟ اكتب ذا سيم بيكوز فازوكونستريكشن برضه في السبلانكينج ارتيوز. يبقى كل الادويه دي كلها بتلعب على الحته دي، ان انا اعمل فازوسبازم في السبلانكينج ارتيوز، وبالتبعيه هبص تلاقي البورتال فين بلاد فلو هي ده اوكتيريو تايبز. طب في ادويه ممكن نستعملها بتقلل البورتال بلاد بريشر، خلي بالكوا هتقلل البورتال بلاد بريشر، ايه بتمين ادفيرس؟ يعني اعظمهم الدراج اللي هو البروبرال جلول، اسمه ايه؟ الدراج. الدراج ده مهم قوي على فكره. ده بقى عارف بيبقى لابسته ايه بقى؟ يعني في واحد كده يجي يقول لك ايه؟ انا يا دكتور يعني انت مثلا تلاقي في كلام كده مش عاجبك، في اراء بتبقى كده يعني ايه؟ يعني يقول لك ازاي انا العيان بتاعي عنده فاريسز، ازاي يعني وانا اسيبه كده؟ ولما اترقع اتصرف. ما برضه الكلام بيني وبينك ايه؟ فرضنا فرق، مش لقمة، لا هو الحقيقه هو طلع اللوجيك على فكره، هو بيعملوا ايه بالتجارب؟ بيعملوا تجارب. في طبعا ناس بتموت مش كده؟ خلاص عمره كده. يقول لك والله احنا عملنا الموضوع ده على 10,000 لان مش عارف ايه، يعني في ناس ماتت وناس بتموت. فهو ايه؟ فهو يقول لك ايه؟ طب انا دلوقتي هقول لك سؤال كده، هو سؤال عاطفي. الله، انا ابويا عنده سيروزز. بعدين يا دكتور ثابت في السيروزز في السونار ان هو عنده بورتال هايبرتنشن. البورتال فين دايمتر ايه؟ دايليتد. طب ما فيش حاجه اعملها له برضه وقائيا؟ انا طبعا ما عملتوش منظار، يعني حتى بص ما عملتوش منظار او عملوا منظار وفي فاريسز يعني جريد 1 مايل، ما فيش دواء بيقولوا يقلل المسائل في الادرار. فالادرار ده يعتبر دواء بروفلاكتيك، يعني على الاساس هو دواء من الاصل، بس هو لازم يتاخد بشرط انك تقلل الهارت ريت 25% من الهارت ريت بتاع العيان. يعني ايه؟ يعني لازم الجرعه تتحجم. يعني مثلا والله انا ابويا الهارت ريت بتاعه يطلع له كده مثلا، يعني هو 80، هو 80 الهارت ريت بتاعه 80، اديله دوز تخلي الهارت ريت 60 تقريبا كده. طب ليه هما بيقولوا كده؟ لانه لو انا اديت بيتا بلوكر بدوز عاليه ماذا يحدث لو نزف؟ خلي بالك انا النهارده لما بنزل بيحصل لي ايه؟ تاكيكارديا.
you will make the resuscitation difficult في الفيوتشر. يعني هو لو حصل له بليدنج انت كده بوظت الدنيا. يبقى عشان كده يقول لك ايه، ادي جرعه معقوله من الاندرال، والاندرال وليس اي بيتا بلوكر. خلي بال حضرتك الاندرال فقط. طب ماذا يفعل الاندرال؟ الاندرال هو بيشتغل مينلي على الكاردياك اوتبوت، يعني هو هيقلل الكاردياك اوتبوت شويه. وانس الكاردياك اوتبوت قل، كل البريشرز اللي في الدنيا هتقل، مش كده برضه؟ يعني هيقلل كل بورتال بريشر، كل حاجه هتقل على طول. بس برضه بيقولوا برضه هو كمان برضه بيعمل فازل كونستريكشن هنا. يعني هي حاجه غريبه برضه. يعني هو اللعب كله ان هو الفازل كونستريكشن هنا، بس هو قيمته ان هو بيشتغل ميدي سنترال على الهارت. بس ما تديش بقى جرعات كبيره، يعني هي دي بس النقطه الوحيده. يبقى انا كده قللت البورتال بريشر. طيب تعالوا بقى نشوف علاج غير الفارماكولوجي. ناخد علاج انسترومنتال، يعني علاج بشغل. الانسترومنتال اوف تشويس حقن الدوالي. لازم اعمل حقن دوالي. حقن الدوالي ازاي؟ حقن الدوالي هيبقى زي ما انتم شايفين كده اهو في الاصابع، يعني في كده رسمه على ايدك انت اليمين، مش كده برضه ازاي؟ الرسمه تحس كده في زي منظار داخل ولا حاجه داخله، وفي سرنجه داخله جوه الفيركس، يعني جوه الفاريس نفسها، وهيحقن فيها. يقوم الاوسوبجيال فاريسز يروح جاي ايه؟ يحصل له ايه؟ اسكليروزيس. يحصل له ايه؟ اسكليروزيس، يعني بص بالبلدي كده، انا عندي فين مقعمص ودايليتد وهينزل، احقن فيه سامخ، يروح الفين ده ايه؟ قافش في بعضيه كده، هو ده كل حاجه. الماده اسمها ايه؟ ايسينولامين اولييف. ايسينولامين اولييف، هذه ماده قديمه. مكتوب عليها اولد ولا لا؟ دي خلاص، دي خلصت خلاص من العالم. دي كانت ايام مين بقى؟ دي كانت ايام عبد الحليم حافظ مثلا. يعني عبد الحليم حافظ ده كل ثلاث اربع اشهر او كل ست اشهر يسافر بره يعمل منظار ويشوف في باريس جديده يحقنوها بالماده دي. وكان يطلع الخبر ده في الصفحه الاولى. تخيل شوف بقى قد ايه ده. وسافر عبد الحليم حافظ الى رحله العلاج في لندن. كان بيعمل ايه؟ بيعمل كده. يروح راجع. ازاي؟ فطلع الماده دي برضه مش لذيذه قوي يعني. فلقوا في ماده احلى منها اسمها باكرليت. الباكرليت دي اسمها التجاري رنان ومشهور. اسمها هيستو اكريل. تلاقي الامبولات كده برميها في المستشفى هيستو اكريل. مشهور قوي الماده دي. الماده دي هي المستخدمه حاليا. اوكي؟ بيحقنوها وجميله جدا. بص افضل علاج في الامرجنسي حقن الدوالي. عشان كده يا دكتور بص كده لحضرتك، انا دلوقتي قاعد في مكان ما فيهوش مناظير. ما فيهوش ايه؟ مناظير. يعني قاعد في حته بعيده شويه بحكم شغلك بقى، انت ممكن تتدبس تروح في حته، حتى في التكليف يعني، انت ممكن تكليفك يجي في مكان بعيد شويه مؤقتا يعني. فيروح جاي لك حاله زي دي، انت ايه اللي هتعمله؟ انا هيبقى عندي في مكاني، انا طبيب، انا اللي بطلب، يعني في دكتور تلاقيه اكتب، وفي دكتور تلاقيه قاعد قافل على نفسه كده. بيرسوناليتيز حسب شخصيته. فالدكتور شايف ان في حالات فاريسز بتيجي كتير. فاهم انت ازاي؟ ففي دكتور بيشتري دماغه وانا مالي؟ لما تيجي الحاله بحولها على مين؟ على المستشفى اللي في المركز. مستشفى المركز دي برضه فيها بتاع مثلا ممكن تبقى 150 كيلو او 100 كيلو او اتفر. طيب في واحد تاني اكتف يقول لك انا عايز، يطلب بقى من المركز انا عايز تيري بريسن، عايز بلا بريسن،
عايز حليب كافيه، عايز يبقى عندي بلاز، عايز يوم هو يعمل ايه بقى؟ يروح جاي له الحاله، الحاله جات لي دلوقتي، طب ما تعمل له شويه ريسسيتيشن. كان اديت له جلاي بريس وطيت الضرب واديت له دبت وي 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 وربنا كرمنا. يلا بقى يا جماعه خدوه واطلع على المكان الفلاني يعمل حقن دوالي حالا. بص حالا والا ممكن هيموت فيها. بقى هنا عارف شغلي ده هنا حقن الدوالي. في بقى طب فرضنا انا ما عنديش حقن دوالي او انا ما عنديش منظار، في بقى دكتور هتلاقيه برضو اكتف يقول لك في بالونه كده بيحطوها وينفخوها في الاسوفجس تضغط على الدوالي وتوقف النزيف. اهي ارسموا الرسمه الغريبه دي اسمها ساندي ستيكن تيوب. الحاجات دي هتظهر في الجراحه بالتفصيل الممل على فكره بالمناسبه. خلي بالك بقى انت تيجي تاخد مثلا بورتال هايبرتنشن في الجراحه تلاقي في كلام كتير قوي مش عايزينه، احنا عايزين الكلام ده بس. تيك كير لان الجراحه نص الجراحه جي اي جي اي بي. خلي بالك يعني هتلاقي عندنا مثلا ايه كانسر اسوفجس كده بص صفحه بس خلاص مالكش دعوه بكلام الجراحه، كلام كتير دي قصص ثانيه. عشان تبقى بس فاهم يعني. فدي ايه دي يا اخواتي؟ دي انبوبه، الانبوبه السارقه اهي فيها بالونه، البالونه اللي بالطول اسفنجال بالون، والبالونه المدوره جسر البالون. ايه رايك يا عم؟ هي الانبوبه دي فيها حاجات تانية يعني بس هي كفايه كده علينا الكلمتين دول كفايه علينا. طيب بيدخلوا البتاعه دي منين؟ من مناخيره. بيدخلوها من النوز. طبعا بتبقى البلالين دي ديفليتد يعني. دول اسفنجس كده يا عم استنى اصبر يا عم. يا ابني اهدى. لا حول الله يا رب. يبقى احنا بندخل الانبوبه منين؟ من النصف من المناخير. ونحط ماده لوبريكان وندخل. طبعا البلالين بتبقى ايه؟ ديفليتد فبتخش. هتقولي بس المناخير يا دكتور هتشيل المناخير يا بابا انت ما تعرفهاش خلاص. انت ضعف المناخير شكلها ايه اصلا؟ ما تعرفش فات انف واذن بس ما تعرفش المناخير عامله ازاي؟ فتسكت. ما تخش كده عيان الانف واذن وتشوف الدكتور بيحط السبيكيولم في المناخير بيفتحها تبقى قد كده اهو، ممكن تدخل رجلك. فكابوت عشان تبقى عارف. انا بس بفهم سيادتك عشان تتخيل. طيب فاروح انا حطيت بقى ايه؟ الانبوبه. بص بقى هركبها ازاي؟ اهي على الاسوفجس اهي. وادي يعني طبعا ده رسم تقريبي على الاسوفجس اهو والسبيك ركبت بقى خلاص الانبوبه اهي زي ما انتم شايفين على الاسوفجس وعلى الاسوفجس. ورحت انا نافخ البالونه. ايه رايكم؟ ننفخ انهي بالونه الاول في تقدير؟ فبيقول لك ننفخ البالونه الايه؟ الجاستريك الاول. البالونه الجاستريك دي اصل فيها ميزه لما بتتنفخ بتروح شحطه بقى فين؟ في الاستومك. تيجي تشد خلاص سكتت مش هتطلع. في هنا ايه بقى جميل؟ في هنا بقى فاريسز اهي. بص في هنا فاريسز فين؟ في الاسوفجس. وعماله تخر دم. ارحنا الضاغط بقى نافخ البالونه الاسوفيجيه تروح ايه ضغطه على الفاريسس صح كده. طب هو في كمان فاريسس في حته تانية في الجراحه بقى هتاخده كمان في فاندم فاريسس هنا كده. يبقى انا نفخت الجسر البالون بقت سيلف ريتين ضغطت على الفاريسس رحت نافخ الاسوفيجيا البالون هي كمان راح ضغط على الاسوفيجيا الفاريسز الدنيا اتظبطت. ايه مثل البتاعه دي؟ بتركب في دقيقه. يعني انت هتطلع تركبها كده على طول. طبعا بتبقى عايزه برضه يعني هتعلمها. ايه يعني دي سهله خالص يعني في
في دكاتره امتياز بيبقى الواد عارف اللي هو الامتياز اللي هو لابد في المستشفى ده يعني مش حاسس بالمستشفى حاسس على كل حاجه النايب هيعرف فالواد بقى اللي في التكليف يقول لهم ايه بقى بص انا عايز ايه انا عايز محاليل وعايز دم وعايز بلايد ريسن وعايز سامبل ستيك يروح عامل ايه في العيان بقى يروح مديله الجلايد بريس وقت الفورت بريشر سلايد دم هو يروح حاطط سانج ستيك يروح نافخ البالونتين دول اشهد بقى انا كده ولف بالبليد يا رايك انا بشبه دي بايه؟ زي ما كل واحد كده عارف ايه اتخبط عيل كده اتخبط في نافوخه كده عارف تلاقي طفل كده ماشي مع امه في الشارع فتلاقي الواد وقع فتلاقي ايه حجبه مش عارف الحته دي دايما بتتخبط كتير كده بتبقى بروح اتخبط في ترابيزه اتخبط في راسيه اتخبط في اي حاجه فالدم نازل من الحته دي فظيع تلاقي امه تروح شايلاه وتروح حاطه المنديل هنا اهو كبسه على الجرح عشان ما ينزفش بس راح على المستشفى راح فين؟ على المستشفى بس انا عملت كده السانج ستيكن تيوب اكتب عليها ماكسيموم 24 ساعه ويستحسن يعني تفضل قاعده بالكتير 24 ساعه ويكتب ويستحب اقل ليه؟ ايه رايكم؟ هي ايه عيبها؟ عيبها ايه؟ دي ممكن تعمل سكيمي بريشر نيكروسيس يعني عقبال ما تروح كده وتطول تلاقي مفيش اوسوفيجس تقول خلاص الحمد لله مفيش باريسس خلاص كل حاجه مفيش يبقى انت هي عمليه مؤقته اسمها ايه الانبوبه سانج ستيك في بقى انبوبه ثانيه اسمها المينيسوتا يعني هتاخدوا انابيب ثانيه في بقى جينيريشنز طالعه مش ضروري قوي احنا كامراض بطنا يعني الموضوع ده احنا مش انترستد فيه قوي طيب يبقى ده علاج اللي هو ايه اللي هو ساعه الاتاك فعلا انا قدرت اوقف الامور في بقى حاجه كمان ممكن نعملها كمان اسمها ايه تيبس ايه التيبس بص يا دكتور انا ايه بص الرسمه اللي فوق على الشمال الرسمه اللي فوق على الشمال لو تبص كده انتوا شايفين البورتال فين بص كده على البورتال فين هتلاقيه تحت مش كده تلاقيه تحت البورتال فين الكبير فين تحت وبعدين خارج منه بورتال فين تريبيوتري كده راح موصل البورتال فين تريبيوتري بالهيباتيك فين بدعامه متخيلين هو عمل ايه؟ يعني هو دخل دعامه ما بين البورتال انتريبيوتري والهيباتيك فين طب قول لي بقى هو يعني وصل ازاي؟ ما احنا قلنا بص هيخش بقى منين؟ من الانترنال جابلر فين؟ تمام؟ ويروح نازل في السوبيلو فينا كيما ويروح نازل في الرايت اتريوم ويروح نازل للانفيرو فينا كيفا ويكمل للهيباتيك فين وصل الهيباتيك فين يروح عامل زي ما تقول كده بانكشر بسيط في الهيباتيك كل ده اندر سكرين على فكره في سكرين شايف هو ماشي ازاي بقى يروح معدي في الهيباتيك فين وعامل بانكشر ويروح موصل هيباتيك فين بالبورتال فين ويحط الستيم زي بالظبط مين ما الكورونا اللي بيعمل الحاجه دي ما الكورونا بيخش في الفيمور ويوصل لاجدع برانش الكورونا دي يحط لك ستيم حاجات غريبه بصراحه ازاي يعني انت لما تقعد هتشوف هما بيعملوا ايه لازم تزيد يبقى هو عمل البتاعه دي البتاعه دي ايه ميزتها؟ بص كده على ميزتها هي عملت دي كومبريشن للبورتال فين بريشر خلت البورتال فين يصب على الهيباتيك فين بس مش البورتال فين كله بص مش كله جزء منه تريبيوتري منه خلي بالك اصل في قضيه انت لازم تفكر فيها البورتال فين ده مليان ايه مليان توكسينز مش كده مليان التوكسينز اللي هي بقى جايه بالانتستين المفروض التوكسين دي تروح لمين للليفر والليفر يتعامل هنا هيبتدي يعمل شانتنج للتوكسين من البورتال فين للهيباتيك بس هو الميزه خد ايه خد بورتال فين تريبيوتري يعني ما خدش كل البورتال فين عشان كده يعني الهارم هتبقى قليله وخلي بالك هنا يا دكتور
هي التبس دي ليها دور في العلم، دور واحد اساسي. عارف التبس دي دورها ايه؟ دورها بتتعمل في العيان اللي عنده بورتال هايبرتنشن شديد. عارف ايه؟ قبل ما يزرع الجبل. يعني انا دلوقتي عندي بورتال هايبرتنشن، عامل زرع، عايز اعمل زرع ليفر. فكان الدكتور يقول له انت البورتال بريشر بتاعك عالي جدا. وطبعا انتوا عارفين العيان اللي هو يقول لك انت عندك الضغط، ضغطك عالي قوي. لا 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 لا، ما اقدرش اعمل لك عمليه وضغطك ده، انت ضغطك 200 مثلا، فاهم ازاي؟ فيقول له وطي الضغط. هنا الضغط اللي انا هنا بشتغل فيه ده بورتال بريشر. يو ماست ريديوس البورتال بريشر، لازم اوطيه. فلما انا اوطي البورتال بريشر، واخد بالك انت ازاي؟ ودي مهمه جدا جدا. لما اوطي انا البورتال بريشر ده شيء مهم قوي، حتى بري اوبراتيف. يعني هي برضو ان دي عمليه من ضمن الانديكيشن للمرضى بيفور ليفر ترانسبلانتيشن، بس مش في كل العيانين. يعني في بعض عيانين بيحتاجوا، بس واضح ان هي عمليه سهله جدا جدا، دي بتتعمل في تلت ساعه. طب سؤال، مين اللي بيعمل البتوع ده؟ مين اللي بيعمل البتاع ده؟ طبعا اللي بيعمل حقن الدوالي بتوع الجي اي تي. هتلاقي اسم الجي اي تي عندكم كده، والاسم التروبيكا. وبعض ناس وليس كلهم من اسم الجراحه بيبقى هو غاوي المناظير. طب مين اللي بيعمل التبس بتوع الراديولوجي؟ اللي هو بيسموها ايه بالعربي؟ اسمها انترفينشنال راديولوجي. بالانجليزي اسمها ايه؟ انترفينشنال راديولوجي. بالعربي اسمها ايه؟ الأشعة التداخلية. لازم الحفاظ دي تبقى عارف. يقول لك انزل تحت في الانترفنشنال راديولوجي هتلاقي في ناس مش هو قاعد ده شغله. في ناس يقول لك يا ريش اعمل الاشاعات دي. انا تداخلي. تخصصي كذا، وبعدين يتعلم له كم مانوفر. يعني يعمل التبس على كم كده اهو. كل واحد بقى يقول لك مين اللي بيعمل التبس؟ يقول لك ثلاثة فلان وفلان وفلان. يعني هم عارفين. كل واحد له، مش أي حد يعمل يعني. بعدين فيها سبوبه، التبس دي فيها سبوبه عاليه قوي. سبوبه كبيره. يعني في ناس بقى يقول لك ايه؟ والله انا بعمل التبس ب 10,000. كانه بيعمل عمليه دي قسطره يعني. يقول لك والله انا سعري 10. في ناس اعلى واعلى. خلي بالك من الكلام، عشان كده انتوا هتلاحظوا ايه؟ هتلاحظوا ان اسم الراديولوجي بقى الجماعه الاوائل بيجروا هناك، يروحوا هناك. ليه؟ شغل شياكه وجميل ومفيش فيه مشاكل. وشغال 100 وقاعد في التكييف طول النهار والسنتر تمام التمام وفي سبوبه الصبح ويعتبر مشروع. يعتبر ايه مشروع؟ كل 3-4 زملاء يفتحوا سنتر، السنتر يشتغل اوكي وانا نايم في بيتي. خلي بالك من الكلام ده. يشتغل وانا نايم في بيتي. وانا هجيب بعد كده دكاتره صغيره تشتغل، ابقى انا نايم في البيت والسنتر شغال، لا يعتمد على عايز مشروع. افهم امال هما بياخدوا الراديو ليه؟ انا هفهمك حاجات كتير يا دكتور مش هتعرف تختار. مش كده ولا ايه؟ الراديو حلو للبنات على فكره، حلو للبنات تبقى قاعده كده يعني، بس مالكيش دعوه بالانترفنشن. هتتاكلي. الميلز هيهبشوك. هو دكتور الراديو تبع الجراحه ولا تبع البطنه؟ الريديو ده اسم لوحده يا ابني، ايه اللي تبع الجراحه ده؟ اسم الاشعه. اصل انا حاطط له تبع الجراحه. لا مش الجراحه. ايوه يا دكتور هو اسمه كده. هو اسمه سبيشال بس ده تخصص لوحده. خلي بالك انت ازاي ده تخصص لوحده مش دعوه للبطن ولا جراحه. يعني دكتور الاشاعه، دكتور الاشعه ده جراحه؟ تعبيط ولا ايه؟ تعالى بقى نشوف حاجه تانيه اللي هو ايه بقى؟ عمليات جراحيه. اول عمليه جراحيه اتعملت في عمليات صغرى وعمليات كبرى. العمليه الكبرى هات كده الصفحه اللي بعد دي كده هتلاقي في رسم. اكتب على العمليات دي كده، اكتب مجرد فكره.
خلي بالك، خد على فكرة بس، يعني هذه العمليات ادمنت، العمليات دي بقت قديمة، يعني احنا ما بقناش بنعمل خلاص، يعني هي عمليات بنت كلب، تكتب عليها بنت كلب عشان تبقى عارف ليه بقى، يعني اللي بيعملها بيموت. طب احنا شفنا الحاجات دي بعينينا واحنا امتياز. تخيل بقى وانا دكتور امتياز كان امتى؟ من 600 سنة. كان دبح، دي اسمها دبح، تكتب كده دبح. هات يا ابني تبيع حل بره كده على طول. فانتوا شايفين طبعا الرسم عامل ازاي؟ في توصيله، التوصيلات بلاص دي معموله بخط النقط ولا انا مش اهي. في بورد الفين بتوصل بالانفيرو كيفا. ايه رايكم شايفينها دي؟ هتلاقي اسمها ايه؟ بورتو كيفال شنط. يعني بص عمل ايه؟ وصل البورد الفين، البورتال فين؟ الانفيرو فينال. يبقى البورتال فين بريشر اخباره ايه؟ هيقل. بس كل التوكسينز اللي في البورتال فين وصلها للسيستميك، يعني انكفالوباسي محققه. عمليه طبعا جميله جدا. واحد ثاني. العمليه الثانيه واحد ثاني حب ايه؟ يعمل نفسه ذكي. فراح واخد السوبيريو ميزنتريك وراح موصله بمين؟ بالانفيريو فينا كيفا، وسموها ايه؟ ميزنتريكو كيفا. طب ما هي اهي، ده انت بالعكس، ده انت خدت الفين بقى اللي هو فيه الشغل كله وراح ملبسه في نافوخ الراجل. فالناس دي زي ما تقول كده جالهم انكفالوباسي وبقوا ماشيين في الشوارع يشحتوا. خلاص بقى ما عندوش شغل. فهمت قصدي؟ على فكره العمليات دي هي التي عرضت على عبد الحليم حافظ. هي ما كانت عمليات جديده وفي عمليات جديده وبتعمل ضغط دلوقتي وكده وعايزين نعملها عشان نخلص من رابتشر باريس اللي بيحصل. الليفر عنده كان مور ليس كومبنسيتد. بس كان في شويه ايه؟ بورتال هايبرتنش. عايزين نخلص من الباريسز اللي بتهدد الحياه دي. فاهم ازاي؟ فنعمل كده. فالراجل سأل قال لهم طب ماشي نعمل العملية بس أنا هغني بعدها ولا لا؟ فقالوا له لا، يعني هتغني دي صعبة بس ممكن بقى أنت عشان صوتك حلو ممكن تطلع تقري على التراب مثلا، ممكن تطلع كده تقرا شوية في التراب ولا حاجة وأنت صوتك حلو. فالراجل إيه؟ ما وافقش. راح جاي واحد ذكي، بص على الرسم كويس، هو إيه عيب العمليتين اللي فاتوا دول؟ عيبوا ايه؟ عيبوا ايه؟ هم وضوا البورتال بريشر بس ودوا التوكسين فين؟ على السيستمك. فراح جاي واحد نمس قال لك ما هو ما فيش الا فين تالنت الاس ايه؟ الاسبلينك. بص الاسبلينك فين؟ راح موصله بالبورتال فين؟ ايه رايك في ده؟ طب دي ايه؟ ميزه صح ولا لا؟ يوصل الاسبلينك فين؟ بالبورتال فين؟ طب لما هو الاسبرينج فين؟ في لا اساس الاسبرينج فين؟ في توكسينز؟ لا لا مضغوط عليه ده ما فيهوش توكسين. راح موصله بمين؟ بالبورتال فين؟ خلاص كده؟ يبقى هو هنا عمل ايه برضه؟ هنا هو عمل اسف انا قلت الاسبرينج فين؟ بالانفيرو فينا كيف انا اسف وصل الاسبرينج فين؟ بمين؟ بالايه؟ الانفيرو فينا كيفا. فالراجل بص قال لك الاسبلين هنا، الاسبلين هنا والانفيرو فينا كيفا فين؟ في الوسط كده. طب انا اوصلهم ازاي يا رب؟ فبص تحت الاسبلين على حسب يجيب الصوت، بص الله ده الكلى اهي، ده الليفت كدني اهي، الله وخارج من الليفت كدني واخد بالك الرينال فين؟ ورينال فين راح فين؟ الانفيرو فينا كيفا. فانا خلاص يبقى انا اوصل بسبلينك فين؟ بالليفت رينال فين. فهمتوا الفكره؟ لان ده فوق ده يبقى الدم بتاع السبلينك فين راح موديه بالليفت رينال فين ثم الى الانفيرو فينا واطلق عليها رينو رينال شانت. الكلام ده تلاقيه مكتوب في الصفحه اللي قبلها، خلي بالك كده تلاقيه مكتوب في السطور بسيطة. انتوا تحسوا مين الاحلى؟ لاينو رينال اللي هو سميت
عندك مكتوبه بقى وارين اوبريشن، هي دي افضلهم. ولكن احنا دلوقتي في عصر اصبحنا لا نحتاج كل ده خلاص، لان احنا خلاص احنا داخلين في ايرا ثانيه. احنا عندنا ديبس بنعملها في 5 دقائق، دي عمليات دمويه مطلق على هذه عمليات دمويه قاتله وميجور، والعامة الناس احنش اللاين رينا دي ما كانتش طلعت ايام اسمه لو كانت طلعت. بس على فكره هتعرف بقى في الجراحه ان اللاين رينا دي برضه ليها مشاكلها، بس احنا بقى مش جراحه، احنا عندكم في ماده اسمها الرمانس ايه اوبراتيف، فتبعد عني خلاص، تبعد عني، خلينا في الميديسن بتاعنا. راح جاي واحد بقى، بص بقى العالم دي كلها اجانب، راح جاي واحد مصري برضو المصري خلي بالك، لا معلش بيبقى معلم، انت مش بسد على فكره، بس احنا مشكلتنا ان احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا مشاكل، مشاكل لما تتحل من فوق، عندنا مشاكل كتير. فالمهم المصري ده اسكندراني بقى، تخيل بقى واحد اسكندراني برضو ايه بالامداد وبحر بقى وبتاع. فالمهم الراجل قاعد كده وركز كده، قاعد يبص في الرسمه دي، قال لك ايه عامل اناستوموزيس دي كلها، انا ما بعرفش اعمل اناستوموزيس خالص، طب اعمل ايه ولا اعمل ايه ولا هو راجل اسمه حسان، اسمه ايه حسان، تعمل ايه يا حسان، تعمل ايه يا حسان، قال لك انا هعمل سبلينكتومي، بس انا شيل السبلين، والسبلينكتومي عمليه سهله 5 دقايق يعملها، يبقى انا شلت السبلين ولغيت السبلينك فين اصلا، يبقى هو كده وطى البورد الايه في بريشر، بس قال لك لابد من عمل شيء. ايه بقى اللي هيعمله؟ ما هي موجوده في صفحه بقى اللي قبلها، هتاخدوا بقى الكلام ده في الجراحه، مش ده الاوسوفيجس، مش ده الاوسوفيجس اهو، فالنصوب جسمانيان ايه؟ زي ما تقول ايه؟ النصوب جسمانيان فاسكولاريتيز، مليان فاسكولاريتيز، واللور بارت النصوب جسمانيان بورتو سيستميك شانس واناستموزيس، دول في الفيوتشر هيبقوا ايه؟ باريسز، فيروح عامل حاجه اسمها ايه؟ بص دي فاسكولاريزيشن اوف اوسوفيجس، يمسك اللور بارت اوسوفيجس ويمسك البلاد فيسل الصغيره اللي تحت دي ويفضل يربط فيها يربط فيها يربط يربط يربط، ويخلي الاوسوفيجيال فاسكولاريتي من تحت قليله، يقوم ده يقلل الانسيدنس اوف فيوتشر فاريزيز. يبقى انتوا بقى في الجراحه ان شاء الله هيجي يقول لك اوعى تقول سبلينكتومي، قول سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن، والعلمك دي بقى هي العمليه المفضله. بس هما الغرب بقى مش عايزين يقولوا عليها حساب، يقول لك مين حساب ده؟ ولاد كلب على فكره، حركات وسخه وطويله. يبقى تاني حساب عمل ايه؟ حساب عمل ايه؟ شال السبلين بس، فخلى السبلينك فين ما بقاش موجود، يبقى انا قللت البورتال بريشر ولا لا؟ قللته. طب اعمل ايه بقى في الاوسوفيجس اللي هو هايلي فاسكولار من تحت ومليان شانس ما بين البورتال فينتريبيوتاريز والسيستميك فين؟ مش احنا قلنا يا اولاد ان انتوكسيتو الاوسوفيجس ده هو مليان كده اهو، انت عارفين اصولك ده هو مليان حاجات من دي بالهبل، يعني ايه ده بورد، دي شعيرات بورد في تريبيوتر، شعيرات صغيره، وده ايه بورد سوري، وده ايه سيستميك في تريبيوتر، في كده اهو الحاجات دي في الفيوتشر هتبقى فاريسز. فهو قال لك ايه؟ طب طبعا دي عمليات بقى يعني بتبقى مايكروسكوبيه دلوقتي،
يخش بقى ويمسك البلاد فيسل الصغيره دي كلها كده اهوت، ويبتدي بقى هما يوم طريقه بقى يقعد يربط فيها ويقطع يربط ويقطع يقلل الكلام ده اهو، عشان لما البورتال بريشر يرجع يعلى تاني شويه. ده متوقع ليه؟ لان الراجل عنده سيروزس، هو عنده سيروز والسيروز ملهاش حل الا الزرع. فسيحدث في يوم ما ارتفاع مره اخرى لمين؟ للبورتال بريشر. يقوم يامن بايه؟ حتى لو علي البورتال بريشر مش هيلاقي فاريسز تطلع، او لو طلعت الفاريسز هتبقى لو انسيدنس. انتوا فاهمين الكلام ولا لا؟ بس وخلاص، ده كلام اصل جراحي ما تقلقش يعني. ادي العمليات. طب ما كده بقى ما تيجي تنظم العلاج بقى. العلاج احنا ايه؟ هات كده في الاول العلاج شوفوه عامل ازاي. انا عامله بطريقتين عشان انت تبقى حافظهم. الطريقتين مع بعض، طريقتين مع بعض يحفظوه. العلاج الاول اسمه ايه؟ ميديكال. ايه العلاج الميديكال؟ ها، انتي شوك وعلاج الانكفالوباسي والادويه اللي بتوطي البورتال بريشر. بس خلي بالك الادويه اللي بتوطي البورتال بريشر في منها ديورين وفي منها ايه؟ بتوين ادويه. ثم علاج انسترومنتال اللي هو حقن الدوالي، مش كده؟ حقن الدوالي والسانج ستيكن تيوب والدبس. واكتب كمان، لا انتوا بتبصوا فين؟ بتبصوا فين؟ ما تبصش في السمري. انا بتكلم في العلاج الاساسي. مكتوب تيبس مش كده؟ بعد التيبس اكتب كده جنب التيبس او بعدها في سطر اهو كده لسه حته فاضيه كده اهو، اكتب حاجه اسمها ايه؟ باند. باند. باند ليجيشن. هتاخدوا الكلام ده في واحد اهو خالص. باند او بص باند. يقول لك هعمل لك ربط بيربطوها يخش بقى ايه الباند لايجيشن ده. حاجات كل ده بالمناظير دلوقتي ما شاء الله بيعملوها. يقول لك انا ايه هعمل لك ربط وخلاص هربطها لك عشان ما ايه ما تفرقعش. ليهم طرق كده. طيب والعلاج اللي هو بقى الجراحي، في عمليات كبرى دمويه وفي عمليه صغرى اللي هي حساب سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن. حلو كده؟ طب تعالى بقى ايه من الصفحه؟ هتلاقي بقى التنظيم بتاع العلاج هيجي يقول لك ايه؟ طب ما تيجي نقول بقى ديورنج الاتاك وان بتوين اتاك. انت هتعرفها لوحدك. ايه اللي ديورنج الاتاك؟ الانتي شوك ميجرز، الانكفالوباسي، الادويه التي تستخدم تو لور البورتال بريشر اللي هو مين؟ اللي هو البتريسين، واخد بالك انت ازاي؟ والتيربريسن اللي هو كان اسمه اللي هو السلكتيف كلايبريسن والاوبتريوتايد. ده اللي هو ايه؟ كانت الادويه. وبعض علاجات موضعيه اللي هي حقن الدوالي، بالون تمبونات اللي هي السانج ستيكن تيوب، في برضه الباندنج او اللي اسمها الباند لايجيشن. كل دي حاجات. وفي حاجه كده اسمها ستابلينج جان هتعرفوها برضو، دي حاجات جراحيه يقعدوا بيدبسوا يعني، عارف انت اللي هي البلاد فيسل كده كده يفضل يقعد في حاجه اسمها الدباسه الجراحيه، يقعد يخش كده ويقعد يدبس كده حاجه غريبه كده، يدبس البلاد فيسل بالدباسه يوم البلاد فيسل دي كلها يعني، فاهم ازاي؟ وكانها لم تكن يعني هم كده. بس هي مش مستخدمه كتير. يبقى ايه الحاجات الموضوعيه؟ هي السانج ستيكن والباند لايجيشن وايه والدبس. دي حاجات كلها ايه ديورنج الاتاك. طب ايه اللي ان بتوين اتاك بقى خدناه؟ ايه اللي ان بتوين بقى اتاك خدناه؟ ايه رايك الدبس بتنفع ان بتوين اتاك برضه؟ ايه رايك بقى؟ ما هو ايه، ما هو لان الدبس دي برضه فيها ميزه ان انا وانس انا ركبت التبس يبقى انا بعمل بروفلاكسس. الباندنج برضه بتتعمل برضه هي كمان ان بتوين اتاك يعني، عشان تبقى عارف يعني. يعني ممكن لو واحد كده هو يقول لك خلاص انا بص انا هعملك حقن دوالي، خلاص بعد ما نعمل حقن دوالي بقى وتعدي انا هعمل لك ربط مش عارف ايه عشان ما ترجعش تاني وشغل كده جراحي. طب وايه كمان؟ حقن الدوالي نفسه ساعات بيبقى ان بتوين اتاك. يعني ايه بقى يا دكتور؟ مش فاهم يعني ايه. يعني مثلا عبد الحليم ده هو
انا دلوقتي جالي هيماتيمسيس، ايه العلاج ساعه الاتاك؟ هو حقن الدوالي. خلاص كده؟ طيب طبعا خلاص النزيف راح، النزيف راح خلاص، اعمل ايه بقى اللي هو في ايديهم دلوقتي؟ احنا في عندنا عياده اسمها عياده حقن الدوالي، موجوده في جميع المستشفيات. يعني ايه عياده حقن الدوالي؟ يعني كل الناس اللي جالهم رابتشر فاريسز، تبع حضرتك اللي جالهم رابتشر فاريسز قبل كده، كل شهر او شهرين يروح رايح على عياده الدوالي، يروح عامل له منظار يبص ما يلاقيش فيه فاريسز جديده، مع السلامه، لقى فيه فيريكس جديد يروح حقنه عشان ما ينزفش. ده في مين يا ولاد؟ خلي بالك في مين. يبقى اللي هيعمل حقن دوالي ان بتوين اتاك ده عشان كان عنده هيستوري سابق، خلي بالك لايه؟ للنزيف. يبقى حقن الدوالي ديورنج الاتاك. طب ان بتوين اتاك ما ده ممكن مع المتابعه يقعدوا يقولوا له ايه؟ تعالالي كل شهر، تعالالي كل شهر، وكل شهر لما تيجي انا هعمل لك منظار، كل شهر لما تيجي انا هعمل لك منظار، ولما اعمل لك منظار اشوف في فاريسز جديد احقنه. يعني كل دي طرق علاجيه. البورتو سيستميك شنط اللي احنا قلناها دي تعتبر ان بتوين اتاك، بس طبعا قلنا عمليات ايه؟ دمويه. طب وايه كمان ان بتوين اتاكس؟ الاندرال. عايز بقى تخلص زي ما قلنا بقى فاينالي خالص، اكتب بقى فاينالي، عايز تخلص على الموضوع ده خالص يبقى ليفر ترانسبلانتيشن. يعني انت عايز تخلص بقى، يبقى انت ازرع وتوكل على الله. مين احسن، البانيك ولا الحاجة؟ والله كل واحد له بقى حاجه، يعني فاهم انت ازاي؟ هما الاثنين كويسين، يعني البانيك كويس والحق كويس، الاثنين كويسين، بس وعلى حسب بقى المتاح. اللي هو الاسرع قوي اللي بيبقى سريع جدا الحق. يعني افضل حاجه ديورنج الاتاك دلوقتي عشان اخش وفي لحظه اعملها له اللي هي البندج. البندج دي فيري سوري الحقن اللي ايه؟ دكتور مش بيطلع عليا اصابه في البروستات؟ ايه الورك اوت ده؟ لما احنا بنحقن الدوالي، يعني بص يا دكتور انا عندي فيريكس حقنته، الفيريكس اللي انا حقنته خلاص اسكليروزد تماما، بيطلع غيره يا دكتور، بيطلع غير واحد تاني. ما هو الاسوفجس هايلي فاسكولار، في مئات الفينيولز اللي هي بورتال فينتريكيوتر، يعني المنظر اللي على السبوره ده اهو في منه مئات موجوده، كل ما تحقن واحد بعد شهرين يطلع لك غيره، مش هو اللي هيطلع تاني. نعم. في كل مين؟ البورتال هايبرتنشن. والله يا استاذه يعني مش كلها، يعني انا مش هعمل ليفر ترانسبلانتيشن مثلا عشان واحد عنده بورتال فين ثرومبوزس. هتعرف الحاجات دي ورا. البورتال فين ثرومبوز ده اصلا كونترا انديكيشن لهذا الموضوع، يعني فاهم ازاي؟ لكن هو ايه الحاجه الكومن اللي احنا بنعملها ليفر ترانسبلانتيشن؟ هي الليفر سيروزز، او لو ادفانسد بالهارزيزز. لكن واحد عنده بورتال فين ثرومبوز بره، لا. واحد عنده الباط كياري، يعني لا، يعني الحاجات دي مش هتنفع، يعني فاهم ازاي؟ ما هي دي هنشوف ايه الكونترا انديكيشن للليفر ترانسبلانتيشن. طيب تعالوا بقى بعد ما خلصنا البورتال هايبرتنشن هنلاقي فيه موضوع اسمه ايه بقى؟ هتلاقي فيه موضوع اعتقد اسمه ايه؟ تيومر، اللي هو التيومرز. التيومرز بتاعت الليفر كالاتي. التيومرز بتاعت الليفر دي بقى، خلي بالك يا دكتور في نقطة مهمة أنا نسيت أقولها. الرابتشر فاريسز، خلي بالك منها. ده سؤال ريتن وأورا وكل شيء. وعارف أنت إيه الحتة اللي أنت تذاكر فيها قوي الرابتشر فاريسز؟ أنت عايز تخلص يعني المربع السمري. يعني تعالى عند السمري ده اهو، اكتب ان ده سؤال اللي هو بيسموه السؤال الاسي،
يقول لك كده ايه شورت اكاونت اون، يعني انت مثلا شايف سؤال عليه خمس ميمو وبيقول لك قول لي علاج، بص مش بقول بورتال هايبرتنشن، بقول لك علاج رابتشر فيريزز، هما الكلمتين دول، هو عايز الكلمتين دول اللي مكتوبين دول لان السؤال شورت. لكن كان زمان يقول لك بقى ديسكاس مش عارف ايه، لا الاسئله ديسكاس دي خلاص انتهت ما عادش. هو مفروض كمان بالامانه كده يعني مفروض يعني الاي سي يتلغي خلاص، ما فيش حاجه اسمها مفروض حاجه اسمها اي سي. وعلى فكره ده ممكن يفرض عليكم من الجوده بعد كده، لان خلاص ما فيش حاجه اسمها في العالم كله اكتب عني، اكتب عني اكتب عني. لا انت عايز تسال اصله مش فاهمين البروبلمز نفسها بيبقى فيه جواها كلام من ده. يعني طب انا هجيب لك سؤال بروبلم رابتشر فريز، هقول لك قول لي التريتمنت، ما انت هتكتب كده. فهو عايز يخلي الموضوع كله يعني بروبلم، عيان جاي لك هتعمل معاه، هو ده يعني فاهم ازاي الموضوع. تعالى بقى نخش على البيناين تيومر بتاعت الليفر. ايه البيناين تيومر اوف ذا ليفر؟ في اتنين بيناين تيومر في الليفر مشهورين، واحده ست اللي هي الادينوما، يبقى اكتب على الادينوما دي غالبا في ميل، والست دي بتاخد كونتراسبتيف بيلز، بتاخد حبوب منع الحمل. فالست هتيجي بتقولك انا عندي بين في الرايت هايبوكوندريا، فايه رايك في حاجتين سبيسيفيك للستات يجوا ببين في الرايت هايبوكوندريا؟ حاجتين ايه هما؟ بيلياري يعني جول ستون، وما تنساش الادينوما بالذات لو كانت بتاخد كونتراسبتيف بيلز يبقى هتكتب الكلام ده على الشمال، يبقى في ميل وعندها بين في الرايت هايبوكوندريم، يبقى في ميل وعندها بين في الرايت هايبوكوندريم، هذه الفيميل ممكن يكون عندها مثلا جولستون او عندها مثلا كوليسيستايتس، يبقى عندها جول ستون او عندها كوليسيستايتس مثلا زي ما بيقول. بيني وبينكم الستات كومن فيها الحكايه دي. نمره اتنين ودي مهمه جدا، لو الست دي اكتب بقى لو هي اندر كونتراسبتيف بيلز يبقى انا لازم اشك في مرضين. اشك في البط كياري سندروم، البط كياري اهو اللي هو هيباتيك فيل اهو سرموزس بط كياري، او ايه البط كياري ده هيباتيك فيل سرموزس، فالليفر هيبقى ايه يا اولاد؟ الليفر هيبقى كونجستد ويبقى بينفول او ادينوما في الليفر. طبعا الادينوما دي يعني هي الادينوما ايه يعني؟ هي حتة في الليفر مكلكعة، خبك يا دكتور، حتة في الليفر ايه؟ مكلكعة، فبتروح عاملة ستريتش للهيباتي كبسول بس، فتلاقي الست يقول لك والله في وجع كده في جنب اليمين. مين الألم الشديد فيهم؟ الجول ستون، هذا ألم شديد، لكن الألم بتاع الأدينوما والبط كياري يعني ألم محتمل عشان انت تشعر يعني بصر، لان البيلياري كوليك والمراره لا الوجع عنيف. جميل جدا. نيجي بقى سيدي نخش على ايه بقى؟ الهيمانجيوما اللي هو بيسموها وحمه، وحمه على الكبد. خلي حضرتك الوحمه دي مهمه قوي يا دكتور، وعايزك تعرف ان دي الكومنست بيناين تيومر في الليفر. دي الكومنست بيناين تيومر في الليفر، دي مهمة قوي الحكاية. كومنست بيناين تيومر في الليفر وحمة، ودي بتتعرف عشان نتأكد. على فكرة السونار
الجيد يقول لك دي شكلها هيمنجيوم. بس عادة بنلجأ للسبايرال سيت سكان عشان بس نتأكد ان هي هيمنجيوما وابقى انا مرتاح بس. طب ايه الحل يعني؟ قول له ولا حاجة ما تخافش خلاص عادي. في ناس كتير عندها هيمنجيوما مجرد فولو اب. والست بتاعت الادينوما فولو اب. واقول لها بقى ايه؟ ما تاخديش بقى حبوب منع الحمل دي بقى، يعني مش هينفع كده يا حاجة. طيب اما نيجي نتكلم بقى عن باقي الاورام في الكبد، هتلاقي معظم اورام الكبد متاسفه. معظم اورام الكبد ايه؟ متاسفه. تيجي بقى منين بالذات؟ من الجي اي تي اكتر حاجه، لكن ممكن تيجي من كانسر بريست، ممكن تيجي من برونكوجينيك كارسينوما، ممكن زي ما تيجي. ادي الايه؟ طبعا الميتاستاسيس بتبقى فيها ايه؟ بتبقى فيها التعدد. يعني بص تلاقي الليفر في ايه؟ مالتي فوكال ليجنز. يعني تلاقي فيه، لان انتوا عارفين احنا في عندنا كام اورجان كده مشهور فيهم الميتاستاسيس، هما ثلاثه، البرين واللنج والليفر. دول الثري فايتال اورجان اللي اشتهر فيهم الميتاستاسيس. يا اخي الهارت ما بيجيش فيه ميتاستاسيس، غريبه مش كده؟ سمعت عن حاجه اسمها ميتاستاسيس في الهارت؟ مش كده؟ ايه؟ تقول ايه؟ عشان كله سريع. الله يعني ما دكتور مش عارفين والله. المهم فزي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين. طب تعالى بقى نشوف القصه عامله ازاي. على فكره ما تنسوش معلومه جنب الميتاستاسيس كده، ده حتى سؤال بنساله. ايه الانزيم بتاع الليفر اللي يعلى مع الميتاستاسيس؟ ام سي كيو. هل الاس جي او تي ولا الاس جي بي تي ولا الالكالاين فوسفاتيز؟ الالكالاين فوسفاتيز. خصوصا هما طبعا بيحطوا بوسيبيليتيز، بيقولوا الميتاستاسيس دي هل بتعمل بيلياري اوبستراكشن ولا بصراحه انا عندي حاجه تانية يمكن اكسبلانيشن احلى، ان الميتاستاسيس كومنلي، خلي بالك الميتاستاسيس كومنلي بتخرج او بتيجي من الانتستين. الانتستين نفسها انستانال ميكوزا ايت سيلف فيها الكالين فوسفاتيز. فانت هات لي كده صفحه الالكالين فوسفاتيز، صفحه كام دي يا كابتن؟ 8. بص في هذه المعلومة عشان بس تبقى انت واخد بالك من هذا الكلام، لان ده سؤال ام سي كيو. هتلاقي الكالين فوسفاتيز من ضمن السورسز بتاعته الانتستاينال ميكوزا، وهتلاقي من ضمن الكوزز اللي بتعليه، حط خط على الهيباتيك ميتاستاسيس. الهيباتيك ايه؟ ميتاستاسيس. فهمتوا يا ولاد؟ تعالى بقى نخش على المصيبه السوداء اللي اسمها هيباتوما دي. هيباتو سيلولار كارسينوما. ما هي الهيباتو سيلولار كارسينوما؟ ده ورم الكبد اللي هو يعني احنا يعني تعبنا في حياتنا. طبعا هذا الورم بقى متفشي في بلدنا جدا 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 بسبب الهيباتيتس سي، وهو يعتبر يعني ورم حقيقه هو يعتبر اجريسيف. طيب السؤال بقى يا دكتور، ما هي الكوزز اللي بتعمل؟ او ده لوحده سؤال. يجي يقول لك بريزموس فاكتور فور هيباتو سيلولار كارسينوما، خمس كلمات. تروح انت قايل له ايه؟ الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي، بس مين الاشيع؟ سي. خلاص؟ مين الاشيع؟ سي. يقول لك وايه كمان؟ بص على فكره يا دكتور، اي ليفر سيروزز ممكن تقلب لهيباتوما، بس على وجه الخصوص اللي هي هيموكروماتوزز والمحل. اقول لك ملحوظه غريبه قوي، عارف مرض ويلسون؟ انكومن يجي فيه هيباتوما، وطلعت بيبرز
طلع بيبرز بس يقول لك ايه كل الليفر سوز تعمل الجاتوه معظمهم الا ده. فراح جاي واحد كاتب مقاله في مجله فيقول لك ايه هل الكبر بروتكتيف اجينست ديفيلوب سيلر كارسينوما؟ الله يعلم. والله يعمل بحث في الموضوع يقعد يبحث فيه 20 30 سنه لحد ما في الاخر تطلع حقن النحاس. مش طلع مره زمان حقن الذهب، حقن الذهب لعلاج الروماتويد ذهب عيار 21 يا ست ذهب. ايوه مش منهزر احنا مش مصدقين. ما سمعتوش عن حاجه اسمها جولد ثيرابي؟ هتلاقي مكتوب، هتلاقي جاي في المذكرات كل الكتب كاتباها حد يقول لك جولد ثيرابي ما ننساهوش ده كذا. بس طبعا طلع توكسيك وحش يعني. طبعا بيجيبوا شويه حاجات يعني بيجيبوا كده زي ما تقول ايه غويشه ويقعدوا يعملوها شويه ويدوها او يسيحوها والعين ياخدها بقى يحطها في العصير ولا حاجه. المهم فطبعا دي نقطه. ايه كمان بيعمل هيباتوم؟ في بقى حاجه غريبه جدا. في حاجه اسمها الايه بقى الافلاتوكسين. افلاتوكسين وليست الفا توكسين، اوعى تفتكرها غلط. افلاتوكسين، الافلاتوكسين ده هو خارج من فنجس اسمه اسبريجيلاس فليفس. مهم قوي المعلومه دي، ودي على فكره عارف موجوده فين؟ موجوده في المحاصيل. يعني ايه المحاصيل؟ يعني اقول لك على حاجه، يعني انت مثلا هي ايه الدول اللي فيها هيباتوما كتير؟ افريقيا والدول الشرقيه. اللي هي الدول اللي هي فيها ايه العمليه بايظه شويه. يعني بايظه ازاي؟ افريقيا ما شاء الله فيها هيباتايتس سي، فيها بالهارسيا، فيها حاجات حلوه. خد بالك وفيها مشكله. خد بالك الجماعه الافارقه اللي تحت دول كلهم بيرقعوا خمره للصبح عشان تبقى عارف، وبطريقه غير مقننه. ادي سبب. سبب تاني بقى، الدول الافريقيه تحت، افريقيا دي دوله غنيه جدا بالزراعه والامطار فبص تلاقي عندهم بقى ايه بقى؟ عندهم محاصيل 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 ما شاء الله يعني، والامطار عماله تمطر وهم بقى سايبين الدنيا كده هايصه، فتلاقي الفنجاي عماله تنمو على هذه المحاصيل، واحنا نيجي ناكل المحاصيل دي، فعمالين ناكل في ايه؟ افلاتوكسين. اقول لك على سر غريب، عارفين الاسبراجيلاس فليفس ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود فين؟ بس ما تخافش موجود فين؟ ما تقولوا لي حته كوميونيتي كده. حد في العيش؟ لا مش العيش. ايه؟ خلاص اللي هي ايه؟ مكسرات يعني. الايه؟ مكسرات. المكسرات والحاجات دي، بس دي لما تهمل تتساب في الرطوبه وبتاع. لا في حاجه مهمه قوي عايز اقول لك عليها، الاسبرجيلس بيقولوا عليه، انت عارف الجبنه البيضاء؟ الجبنه البيضاء دي بتبقى فيها ميه كده، مش فاهم ازاي؟ فالجبنه البيضاء دي يا اولاد خلي بالكم يا بنات عشان هتبقوا مسؤولين عن بيوت. الرجاله دي مالهاش دعوه بالكلام ده. فانت يا ست الكل بتحط الجبنه البيضاء في علبه. أصلاً تطلع علبة الجبنة بالتلاجة، تاخد الجبنة وتروح مرجع العلبة للتلاجة. احنا بقى ساعات بنعمل ايه؟ مطلعين العلبة برا التلاجة ونفتح العلبة وناخد حتة جبنة، والواحد مستعجل يروح نازل وسايب العلبة برا التلاجة ومفتوحة. فتلاقي كده لو انت عملت كده كتير وسبتها فترة تلاقي الجبنة تصفر شوية، مش كده؟ طالما اصفرت يبقى ايه؟ الاسبرجيلاس دخل. واحتمال انا احتمال لا انا باكل ايه؟ احتمال باخد افلاتوكسين والله يعلم يعني. فيعني هو اقصد اصل في ناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا جالي هيباتوما منين؟ من الحاجات دي. في كمان دواء خدناه يا بطل اسئله. بص يا دكتور اسئلتك دي نوع من الايه؟ المقاطعه. انت بص بتسالني بصوت واطي فاللي ورا مش سامع السؤال، فانت عايزني اروح انا راضي، فتلاقي الناس اللي ورا شايفيني شغال، فجاه لقوني سكت وبتكلم مع واحد ورجع. فهمت انت عملت ايه؟ يعني انا هجيب بلاستر بعد كده اقفل لك بوقك. بس اهمل شويه ربنا يكرمك يا ابني. اهمل. هنيجي بقى نقول ايه؟ هنيجي نقول ايه يا اولاد؟ في البتاع اللي اسمه الدنازول. فاكرين الدنازول ده في نسا خدناه
في علاج الاندوميتريوزيس. فاكرين الاندوميتريوزيس؟ كانوا بيدوا دانازول. دانازول ده كمان على فكرة بيعالج حالات كثيرة. هو بيعمل ايه كمان؟ ده بون مارو ستيمولانت. الدانازول ده بون مارو ستيمولانت، هناخده في الابلاستيك انيميا، وهتيجي سيرته في امراض دم، في مرض مثلا في الدم اسمه مايلو ديسبليزيا. يعني الدانازول ده دواء اوف يوز هذا كارسينوجينيك ايضا. هنا سؤال، في سؤال مهم جدا جدا، يقول لك ايه؟ قل لي ازاي الفيروس بي والسي بيعملوا هيباتوما. هو بيسأل ازاي بيعملوا، هو عايز يسمع كلمه. الفيروس بي هتلاقيه مكتوب تحت ايه؟ يقول لك بص كاتب لك ايه؟ يقول لك بيعمل انتجريشن مع الجينوم بتاع الهيباتوسايت. يعني هو ايه جينوم ده يا اخويا؟ كلمه جينوم دي دايما نسمعها، اللي هو عباره عن ايه؟ النيوكليير ماتيريال. يعني بص يا دكتور، اللي هي ال النيوكليير ماتيريال الوراثيه بتاعتنا دي بتبقى موجوده اللي هي جوه النيوكليس، بيطلق عليها كلمه جينوم، اللي هو الدي ان اي وحاجات زي كده. فبص بقى ابن اللذينة، فيروس بي بيعمل حاجه مش كويسه. احنا قلنا زمان ايه؟ فاكرين واحنا في المايكرو قالوا لنا ايه؟ الفيروس يخش الخليه، يحول الخليه لمصنع لانتاج الفيروس. كنا نقول كده للطلبه صح كده؟ هنا بقى الفيروس بي ساعات بيعمل عامله سودة بقى، بيعمل ايه بقى؟ بدل ما يخش ويخلي الهيباتوسايت تنتج فيروس بي، لا، الدي ان ايه بتاع فيروس بي بيخش يلتحم مع الجينوم بتاع الهيباتوسايت، فيخلي الهيباتوسايت ايت سيلف هي اللي تعمل بروليفريشن. فهمتوا اللي حصل؟ يبقى هو عايز يسمع كلمه، تعلم على كلمه انتجريشن. اول ما تطلع من كلمتك من بقك الكلمه بس، برافو عليك يا ولد. انتجريشن، انتجريشن ليه ما نعرفش والله. المهم ان انا اقول الكلمه دي. يبقى الانتجريشن هو التحام الدي ان ايه بتاع الفيروس مع الجينوم، او هنقول مع النيوكليير ماتيريال بتاع الهيباتوسايت، ويعملوا عامله مهببه بروليفريشن في الهيباتوسايت، ويبقى الراجل جاله ايه؟ هيباتوما. فدي مشكله. انما السي ما بيعملش كده. السي بيقول لك سي هيباتايت سي سيروزيس هيباتوما. بس يعني هو مش عارفين القصه بتاعت السي حتى الان جايه منين. يبقى السؤال ده لوحده مهم. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ بص يا دكتور، بصراحه بقى كده معظم العيانين اللي عندهم هيباتوما، اكتب كده جنب معظم الحالات، اصلا سيروزيس. خلينا واقعيين. يعني انت اكيد هتشوف ناس في المستشفى، وهتشوف ناس معارف وقرايب. انا صعب ابقى انا كده عادي كده يروح جاي لي هيباتوما. لا طبعا، اكيد انا ايه؟ عندي ايه؟ هيموكرماتوزيس. ان انا راجل انكوليك. عندي بي، عندي سي، مش عارف يعني. اكيد انا سيروتك. طب هنا السؤال، ماذا يطرئ على هذا المريض؟ انا راجل عندي سيروزيس، ومعروف ان انا عندي سيروزيس، خلاص كده. وبعدين انا كويس يعني ايه؟ عارف متين وحلو كده وزي الفل. فجه بعد كده مثلا يعني حتى شهر كده، يعني بص يعني الشهر ده انا كويس، بعد شهرين لقيت بدا يحصل ايه؟ بدات انا مش عايز اكل، وبعدين بدات اخس، وحالتي العامه مش كويسه، وكل ما حد يشوفني يقول لي مالك. يبقى بص هنا مكتوب هنا ايه؟ unexplained deterioration في مريض سيروتك. خلي بالك. طب انا اسالك سؤال، هو ايه اللي يخلي المريض السيروتك يتدهور؟ هتقول لي يمكن خد هيباتوتوكسين. فاكرين الاجريفيتنج فاكتور؟ خلي بالك، الاجريفيتنج فاكتور او البريسيبيتيتنج فاكتور اوف هيباتيك انكيفالوباسي دي كلها بتدهور العيانين. يكونش انا عندي جي اي تي بليدنج وانا مش دريان،
يكون شائع عمال اخد دايوريتكس كتيره عماله تخسس فيا وهتدخلني في الديفلوبرز، يكونش انا خدت هيبات توكسيك كده. لا 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 مش كلام ده خالص، يا فاضل انت مالك تعبان ليه كده؟ وبعدين يا دكتور مش عارف كده حاسس ان بطني عماله توجعني، في وجع في بطني ابدومينال بين، فازاي توصل لها المريض ايه؟ بدا يجي له جوندس. ايه ده؟ العيان بطنه في اسايتس او كان عنده اسايتس، والاسايتس ده ايه؟ بقت ريفراكتوري للتريتمنت. كل الكلام ده بيقول لك خلي بالك ده عنده هيباتوما. طب انت ليه استنيت ده كله؟ ما انا منبه عليه وانا هستنى ده كله. انت عارف معنى الكلام ده حصل ايه؟ ان الموضوع اتفلسف، هيروح يعمل علاج هيقول له مفيش علاج. ده في ناس هيروح يعمل ترانسبلانتيشن يقول له حتى الزرع ما ينفعش خلاص. يبقى كان من الاول المدافع. اكتب كده اهو، كان من الاول المدافع. اكتب يا دكتور، اصل انا مش هجاوب سؤال الهيباتوما عشان اخد خمس منك. لا، في بعد كده بني ادم مسؤول مني قدام ربنا. طب ما انت ما قلتليش يا دكتور. طب شفت بقى، كنت انا مسكتك قبل ما يحصل كل ده. طب كل دي مشاكل، في بقى حاجه غريبه هتحصل له بقى كمان لسه. عشان كده يقول لك ايه، انتوا شفتوا كده لو تاخد بالك انت اسايتس، لما خدناها الحصه اللي فاتت جيت قلت لك ايه، واذا حدث ريفراكتوري اسايتس كان من ضمن الاسباب مالجنس. خلي بالك بقى هنا بقى الهيباتوما بنت لذينه. بص بقى بتعمل حاجه اسمها ايه عندكم؟ بارا مالجنس. اللفظ ده يعني ايه بقى؟ بارا مالجنس سندروم. ايه الكلمه دي معناها؟ بص يا اولاد، اصل الليفر غريب شويه. الليفر ده ايه اصلا؟ هو اساسه بيصنع، صح؟ فتلاقي المالجنان سيلز تصنع حاجات، بس حاجات فوضويه، تروح جايه مصنعه ماده شبه الانسولين، تروح عامله هايبوغلايسيميا للراجل مات، تروح مصنعه ماده شبه البارس هرمون، يروح جاي له هايبر كالسيوم، تصنع ماده شبه الاي سي تي اتش، تصنع ماده شبه اريزوبايوتين. تلاقي العيان عنده حاجات غريبه. البارا مالجنانت دي بقى اكتب عليها كلها كده بتبقى جوه البروبلم. فيجي يقول لك ايه؟ والسيرم كالسيوم عالي. بص، السيرم كالسيوم عالي والهيموجلوبين عالي مع انه عنده مالجنانسي. فيقول لك اكسبلين واي سيرم كالسيوم هاي. خلي بالك لان البروبلمز ساعات بتبقى عامله ازاي، وانا شفت كده يعني عندكم شويه البروبلمز برضو بداوا يعملوا الطريقه دي. يعني يعمل ازاي؟ في بروبلم تلاقيها لذيذه باراجراف واحد وقال يسال عليها. في بروبلم بتبقى ايه بقى؟ ثلاث اربع سطور وبعدين يروح سائل. بعدين يجي بعد يقول لك ايه؟ وعملنا له كذا 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 حصل كذا مش عارف، روح سائل. فاهم انت ازاي؟ فهو بقى يقعد يقول لك ايه؟ وخلاص ده عيان عنده ليفر سيروزز وبقى له فتره، والاسايتس كانت الاول كويسه دلوقتي مش كويسه، الراجل عمال يخس ويتنيم وبتاع. تفتكر انت ممكن تفكر في ايه؟ والله انا بفكر في الهيباتوما. طب حلو قوي، طب تعمل ايه انفستيجيشن عشان تشخص الهيباتوما؟ والله اعمل سونار وسي تي واعمل ارثيتو بروتين. طيب مع الانفستيجيشن اللي هو بقى الباراجراف الثاني، لقينا الكالسيوم عالي ولقينا الهيموجلوبين عالي، يا ترى الحكايه دي بارا مالجنان سندروم وهكذا. هو عايز ايه؟ هو عايز كده. لكن انا مش عايزك تسمع الهيباتوما. العين هيخش العادي يقول لك انا عندي هيباتوما، سمعها لي. عشان كده هم بيرفضوا بقى، خلاص بدا يبقى في رفض لهذا الابروتش من المذاكره. طب تعالى بقى يا دكتور نشوف حاجه مهمه جدا جدا. ايه كمان بقى في على فكره الهايبوجلايسيميا احنا قلنا سببها ايه؟ انسولين لايك بيبتايد. قال لك كمان في المربع الهيباتوما نفسها الهيباتوسايت المالجنانت ده ايه؟ يقول لك بتكونسيوم الجلوكوز.
هي بتاكل كتير. عشان كده تلاقي الراجل ده كويس كده تلاقيه فجأة يقول لك ده صاد الدس. والله يا دكتور هو تعب كده وعرق ولينا خلص. ده هايبر ريسيف. عشان كده المرض يعني اصل واحد برضه يسأل نفسه يقول لك هي الهيباتوما دي موتته ليه كده؟ ده كان قد كده اهو في الحته بتاعه قد كده في الليفر. لا يا دكتور ده انت بتطلع بلاوي. العيان اصلا ايه؟ العيان اصلا مش تعبان يعني عشان كده الهيباتوما دي حلاوتها ايرلي. طب ايه الانفستيجيشن بقى يا جميل؟ كلها اتقالت هنعمل ايه؟ الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ايه ميزته؟ سنسيتيف. هو مش سبيسيفيك بس سنسيتيف. وايه كمان غير الالفا فيتو بروتين؟ هتلاقي في حاجه كده اسمها جاما كاربوكسي بروسترومبين. والله بص الماركر ده هو ميزته انه ايه؟ سبيسيفيك للهيباتوما بس مش سنسيتيف. يبقى مش هينفعني لانه هو يعني ايه مش سنسيتيف؟ يعني مش هيعلى الا لو الهيباتوما دي بقت قد كده. يبقى مش هينفعني. طب هعمل ايه كمان؟ سونار. هلاقي ايه في السونار؟ نوديول. علم على كلمه هايبو ايكويد. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لونها غامق. يعني تلاقي الليفر لونه مثلا كده في السونار هتشوفوه تلاقي لونه رمادي غامق كده شويه. هما بقى بيحفظوا الحاجات دي. اصل هي القصه انت عارف السونار ده عامل زي ايه؟ انتوا عارفين التلفزيون الابيض واسود متخيلين او يعني انتوا في افلام ابيض واسود كده اوكي؟ انت بتفرق الحاجات ازاي؟ يعني طبعا انت شايف الراجل وشايفه لابس نظاره وشايفه لابس جاكيته وجرافطه وقميص وواحده ست ووراه مش عارف. انا بميز الصوره باختلاف الايكوجينيسيتي اللي هي درجه الاضاءه بتاعت الحاجات. طيب انت ازاي جاب لك لو كله زي